الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد، وتفضل على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. يا محمد اسمع وافهم، هل أنت على العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة؟ وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأن الأئمة من بعده بلا فصل هم علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن المجتبى عليه السلام، والحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام. الشهيد ونال العز والشرف.